السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت في العمل وفي شخص اتكلم على زميل لينا يعني بالبهتان والغلط يعني في حاجات خاصة بالشغل يعني. فأنا رديت عليه بالحجة وبينت له إن كلامي غلط قدام الناس كلها يعني. بعد كده للأسف يعني أنا يعني كلمت صاحبي وكده وقلت له يعني إيه، خلي بالك من الشخص دوت وكده يعني، وحكيت له الموقف وكده. فهل أنا كده يعني عملت حاجة غلط؟ لا، هو يعني الأول أنت عملت عين الصح. أولا أنت صنعت عين الصواب، أنك دافعت عن أرض أخيك المسلم المظلوم، وهل المتكلم فيه كان ظالما مفتريا أو كان متأولا؟ ايوه تمام. كان متأول ولا كان مفتري ظالم؟ لا كان مفتري يعني، هو بيقول ان هو يعني ما بيجيش في الشغل وبيهرب وكده وبيتهرب من الشغل، هو اصلا مريض يعني، هو مريض كورونا اصلا. لا يعني انا ما اعرفش، يعني هل هو كذب عليه ولا بيكذب على الناس يعني، بيكذب على الناس في العمل، وبيقول ان هو بيهرب من الشغل والمدير بيهربه وكده، وهو مش هربان ولا حاجه، الولد تعبان ومحبوس. المدير عارف كده انه تعبان ومحجوز؟ وهذا عارف عشان ولا كده وكلم، وحتى يعني اتكلمت الولد بالمكالمة قدام الناس كلها، وهو فعلا حتى يعني اللي عمل نفسه بيشطب عليه بقاله فترة طويلة يعني. يعني هو الولد أصلا ما بيجيش الشغل. خلاص. على كل حال الآن يعني أنا خايف بس يكون دخلت في النميمة ونقلت كلام الناس بعضهم على بعض على سبيل الإفساد، لكن إذا كان على سبيل التحذير لا بأس، إذا كان قصدك التحذير لا بأس، إذا كان قصدك التحذير لا بأس. السلام عليكم.